أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من شهيدا من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من القول إنكم
وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله.